جنى ياسر من سوريا، كلية العلاج الطبيعي سنة تانية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكاترة فيها على مستوى عالي من العلم، والشهادة لها مكانة علمية كبيرة جدا، والكوميونتي متعاون جدا. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فادتني من الناحية الاجتماعية، انها عرفتني على كوميونتي يزيدني بالقيمة العلمية، وان انا اتعمق بمجالي اكتر وابقى اعرف عنه اكتر. من الناحية العملية الدكاترة بتاعتنا بتدينا برضو قيم علمية كبيرة جدا من اهم المراجع، وبتخلينا نبقى ابديتد بكل حاجة جديدة بالمجال بتاعنا في العلاج الطبيعي. خطتي ان انا اتطور بمجالي اكتر واكتر، اشتغل في مستشفيات وفي عيادات للعلاج الطبيعي، وان انا ابقى اعمل ماستر في تخصص انا حابه من تخصصات العلاج الطبيعي، وابقى انستراكشر في الجامعه ان شاء الله. نصيحتي للطلاب الوافدين اللي ناويين يدرسوا في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، انهم يختاروا الفرع اللي هو قريب لميولهم، اللي هيحسوا انهم هيعملوا فيه بصمه تفيد العالم، وهيقدروا يبدعوا فيه ويثبتوا انفسهم ويبقوا مرتاحين وعاملين حاجه هم بيحبوها بيفيدوا غيرهم بيها.